بعد أن ضاقوا ذرعا جراء المماطلة في معالجة ما يسببه معمل الاي بي سي من أضرار فادحة على الصحة ومن روائح كريهة تنتشر في البيوت، قام سكان حي صينيق جنوب صيدا باعتصام في المعمل وأقفلوا أبوابه. مدير المعمل سامي البيضاوي وعد بإيجاد حل سريع للمشكلة، فأمهله المعتصمون مدة 20 يوما سيضطرون بعدها إلى معاودة الاعتصام وإغلاق المعمل.